انضم الينا من بيروت خبير تقنيه المعلومات ايمن عيتاني. اهلا وسهلا بك معنا استاذ ايمن. السؤال الان، هذه الهواتف البديله التي تم توفيرها هي فقط هواتف سليمه ولكن ليست دفعه جديده من الانتاج، اليس كذلك؟ وان كان الموضوع كذلك، كيف نفسر تاخر سامسونج باتخاذ خطوات نحو ربما يعني اعاده انتاج هذه النسخه من الهاتف؟ هلا يعني المشكله اللي عم تواجهها سامسونج هي مشكله عم تواجهها يعني كذا شركه انواع تليفونات، يلي هن عم بيعملوا عم بيحسنوا تقنيات يلي عم نستعملها نحن كل يوم، يعني مثلا بموضوع البطاريه، يعني نحن كلنا بين تليفوناتنا اليوم بنعوز بطاريه طولها اطول وعمرها اطول، لانه شاشتنا عم تكون كبيره، عم يكون في تطبيقات عم تستعمل انترنت وبطاريه كثير. فعم يكون نحن عنا كأشخاص كمستخدمين بدنا بطاريات أحسن وتقنيات أفضل. هذه المؤسسات عم تجرب تلاقي شو أحسن الطرق تنعمل، يعني بس بهالحالة لما يشتغلوا بتقنيات جديدة عم بيكون في مشاكل مثل نحن عم نشوفها، اللي هو مثلا اشتعال التليفون يلي عم بيعمل هالمشاكل. سامسونج يلي عملته لما عرفت عندها هالمشاكل تصرفت بطريقة كتير بسرعة لاسترداد هالتليفونات، يعني عرفوا بالضبط وين المشكلة ومن وين ومن أي مصنع طالع وهالمشاكل، وعملوا عملية استرداد كتير سريعة على صعيد عالمي. استردوا تليفونات وعطوا لكتير ناس تليفونات جديدة، وكتير ناس عم تحكي كانت إنه نحن تليفوناتنا جديدة مرتاحين فيها ما في مشكلة. عن جديد اللي صار هو في يعني في كم هاتف من الهواتف البديلة اللي عم ترجع تعمل مشاكل، وهيدي شوي عم بتأثر على سمعة سامسونج بهالمنتج وعلى سمعتها بشكل عام. طيب السؤال الآن، كيف يمكن لسامسونج تفادي خسارات أكبر؟ كيف يمكن لها استرداد ثقة المستهلك بهذا المنتج على الأقل؟ هلا ما نخلي بالنا انه هذا كمنتج واحد من 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 عشرات الاجهزه والانواع اللي بتصنعها مؤسسه سامسونج، وهديك التليفونات شغالين على صعيد عالمي وكمشاكل ما في عندهم فيها. بهذا النوع بالذات اللي عم بيعملوه هو حيوقفوا هلا على 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 بطريقه مؤقته تصنيعه، ويمكن يوقف كمان كاملا ببين معنا بهالكم يوم. واللي عم بيعملوه هن عم يشتغلوا بطريقه كثير بسرعه لحتى يكون في استرداد وكتليفون بديل، يعني هلا عم يكون بديل بتليفون جديد يمكن يكون بتليفون كامل ثاني. فشركه سامسونج عم تعمل يلي بوسعها بطريقه بسرعه لحتى تقدر تساعد بهذا الامور. بس كاسم كهذا الاسم نوت 7 اكيد اسمه صار صعب بالسوق وعند المستهلك، فاكيد بده يكون في تركيز من المؤسسه على التليفونات الجديده اللي جايه. وكمان شغله ثانيه عم يشتغلوا عليها سامسونج انه ليكون في نوع من تقنيه ثانيه بيستعملوها بهالانواع التليفونات لحتى يتفادوا هذه المشاكل اللي عم تصير معهم يلي أثرت عليهم أكيد. طب إلى أي مدى استفادت الشركات الأخرى مما حصل مع سامسونج برأيك؟ وكان درس مستفاد على الأقل؟ هو التوقيت لهالمشكلة صعب كتير على مؤسسة سامسونج، لأنه بنفس الأسبوع والأسبوعين يعني مؤسسة أبل أنتجت آيفون جديد ومؤسسة جوجل عندها تليفون بيكسل الجديد. فبهالفترة القليلة قريبة على بعض يعني في عندك أخبار عن مؤسسات عم تعمل تقنيات جديدة وتليفونات جديدة، وعندك مؤسسة سامسونج عندها هيدي المشكلة. فالتوقيت صعب وفي كتير مؤسسات عم جرب تستفيد من هذا الموضوع. فهون عامل السرعة بيلعب دور عند سامسونج، قديش هن بسرعتهم عم يقدروا هلا انه يداروا هالمشكلة ويلاقوا لها حل للمستخدم. أشكرك جزيل الشكر من بيروت خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا.